افضل 3 العاب تخليك الشرير. في الفيديو ده هنتكلم عن الالعاب اللي بتديك الفرصه ان انت تبقى الشرير بدل ما تكون الطيب اللي بيقضي على الشرير. الالعاب دي هتخليك تحس بمتعه الشر والسيطره، وكمان بتخليك تجرب حاجه جديده ومختلفه عن المعتاد. واول لعبه في قائمتنا النهارده هي لعبه بروتوتايب. اللعبه دي بتخليك تلعب بشخص متحول بيعمل دمار رهيب في منهاتن، كمان بتقدر ترمي الناس من السماء كانهم ولا حاجه، وكمان بتقتل اعداد كبيره جدا من المدنيين. الدمار اللي ممكن تعمله في اللعبه دي رهيب جدا، وهي تجربة ممتعة لأي حد نفسه يعيش قوة الشر. أما عن تاني لعبة معانا النهاردة وهي بولدر جيت 3 أو الجزء الثالث من اللعبة. النجاح الكبير اللي حققته اللعبة دي مش عشان بس الأسلوب اللعب الرائع الموجود فيها، ولكن كمان عشان تقدر فيها تختار ما بين طريق الخير وطريق الشر، وكمان بتقدر تعيش تجربة الشر دي للنهاية، وكمان اللعبة بتديك حرية كبيرة في اتخاذ القرارات الشريرة، وده بيفتح قدامك مسارات ممتعة جدا. أما عن آخر لعبة في قائمتنا النهاردة وهي فول أوت الجزء الرابع منها. في فول أوت 4 أنت بتقدر تاخد الجانب الشرير وتدمر كل حاجة بدون رحمة، وكمان التعديلات اللي ممكن تضيفها بتخلي التجربة أضخم وبتديك اختيارات أوسع تكون فيها الشرير. وطبعا أغلب الناس من صغرها كان نفسها تجرب الشخصية الشريرة. في نهاية الفيديو حابب أعرف منك إيه هي أكتر لعبة خلتك تحس إنك شرير بجد. وبس كده، أنا شديد جين، سلام.